السلام الخوت، كالعدركم عارفين القواعدات، كوانو الكيتو الظلام، بتنسوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودا يوازينا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء، اللي ديما كان حيوهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال، هذا مكان العشرة، نبدأ. ستوري اليوم غادي تكون على واحد السيد من الرباط. هاد خونا هذا ولد الرباط بحقه حقيقي، رباطي بالضبط في السيكتور ديال يعقوب المنصور. هاد خونا هذا اللي غندويو عليه اليوم، والاكيد غندويو بصيغه له ماشي بصيغه الان. كان في صغره حتى في كبره شويه، يعني لا ملي كان صغير ولا ملي ولا مراهق، كان عنده بزاف ديال السميات بين عشران، واللي من بينهم اللوين والصحراوي. هاد الزوج ديال السميات من بين بزاف ديال السمايا اللي كانوا ملقبينو بها ولاد حومته، ولاد يعقوب المنصور. واللي من بين هاد السمايا هادو الكوايري ديال السيكتور ولا الرقايقي. خونا كان رقايقي بحقه حقيقي، اما السمية ديالو الاصلية فراهية محمد شمسي. اكيد هتقولوا وايلي علاش هاد الدخلة هادي، وشكون هادا كاع، شكون غيكون في ملك الله؟ انتوما غادي تسمعوا الخوت، ما مر تحكم على الكتاب من غلافه. هاد السيد كيستاهل انني ندير عليه قصة، وتقريبا راه عارف ذوقكم واحد واحد، واللي كاملكم تقريبا كيعجبكم داكشي اللي كيعجبني. المهم بلا مقدمات ندخلو للمسقي، وكالعادة اللي ما كيعجبوش هاي نعطيو للمسلوق ونرويه بلو الحكاية. محمد شمسي غادي يخلق في 1947، تزاد وكبر. مهم كل شيء في مدينة الرباط، داكشي علاش قلت لكم رباطي بحقه حقيقي، ولكن الاصل ديال والديه من الصحراء. محمد شمسي كان واحد طويل وصميمر، وفي طبعه قليل الكلام، يعني داك خونا اللي كيكون سكوتي ما كيدوي الا في الضرورة. ومن الشهادات ديال ولاد حومته ولاد يعقوب المنصور كانوا كيقولوا عليه الكوايري ديال السيكتور، كان رقايقي في رجليه، عندو كرة في رجليه سبحان الله العظيم. وكانوا كيقولوا عليه حتى العوام ديال الدرب، كان عوام، زيد عليها كان قراي، وبالاخص لونغلي كان كيطحنها. محمد شمسي بقى في يعقوب المنصور، وبقى هكاك كيقرا، والصيف تيخدم فاش ما كان. من بعد ما خدمو سهل عليه الله، غادي يتزوج حيت ما كانش عدو مع التفليه، غادي يتزوج وغادي يرزقو الله بنيه. وبلا ما نسبقو الحكايه، اجي نردو الزوم اللور شويه، وبالضبط غنمشيو ل 1968. سي محمد غادي يدير 21 سنه، هنا غيدفع لسلاح الجو، دفع للقوات الجويه في ذاك الوقت. غادي يتقبل بحكم انه كان قراي، وكان كيتوفروا فيه جميع الاوصاف ديال واحد من العساكريه اللي غادي يكونوا في لافياسون، وغادي يخدم نيت في لافياسون بالضبط، يعني في الديبو ديال القاعده الجويه غادي يخدم كتقني. غيبدا هاد الخدمه هادي بالكراد ديال ملازم، او لا نقولوا ملازم تاني، وبالاسم الشائع ديالها بين لارمي سوليوتنو. فهاد الوقيتة بالضبط بدا محمد كي بريباري باش يكمل السطاج ولانستريكسيون ديالو على برا، بحالو بحال قرانو غادي يمشي حتى هو لميريكان.
كان ديك الساعات واحد الاتفاقيه بين المغرب وامريكان ديال تكوين الاطر العسكريه. سي محمد توا غادي يمشي باش يكتسب خبرات جديده، ولكن كيف ما كتقول ديك المثله ديال كتجي الريح من البلاصه اللي ما كتجهاش اي سفينه. نهار الانقلاب ديال البوينغ ماشي الانقلاب ديال الصخيرات، كيف ما كتعرفوا راه كانوا زوج ديال الانقلابات، الاول بقياده المدبوح عبابو في 1971 والثاني في 1972 بقياده اوفقير. فهاد النهار هذا بالضبط كان السوليوت نو محمد شمسي خارج من القاعده الجويه اللي في قنيطره، القاعده اللي غادي يحلقوا منها دوك سته ديال الطيائر اللي غادي يمشيو يديروا الخفر للطائره الملكيه، الخفر اللي كان غير على الوراق واللي هما في الاصل غاديين باش يطيحوها. سي محمد كان خارج من الباب ويطلق قالو عشيرو، عشيرو اللي كان تاهو بنفس الكراد اللي عدو، كان تاهو السوليوت نو اللي كان سميتو الروداني، غادي يتلاقاو ويقول له جابك الله اخويا سي محمد. واخويا شنقول لك، الله يجازيك بالخير، لما شد عليا اليوم على البيرمانوس، راه المدام عدي في السبيطار وراه ما كاين اللي وقف معاها، راه من البارح وهي كتوجع، راه واقيلا اليوم غادي تولد. شمسي كان من الناس اللي كيقضيو غراض، نقدر نقول لكم كان من اطيب خلق الله، هاد الشيء بالشهادة ديال الزملاء ديالو في العمل. قال له واخويا شنقول لك، سير الله يفكو حيلها بخير، سير راه صافي انا غنشد لك البيرمانونس ديالك، سير كون معاني المهم طمنا معاك. وكانوا على الخوت هاد الكلمات هما السبب ديال محمد شمسي في عذابه، اولا في العذاب اللي غادي يذوقه، في العذاب المرير اللي غادي يذوق في هادشي اللي بقالو من حياته. من بعد ما مشى الروداني غادي يرجع محمد شمسي باش يشد البيرمانونس على صاحبه، غادي يرجع للقاعدة الجوية، غيمشي للديبوات فين كاينين الطيائر، تما في كان عدو الخدمة ديالو، مشى باش يعوض العشير تاعو اللي كان في مصلحة الداخيرة، يعني مصلحة ديال دوك اللي كيشارجيو الطيارات بالسلاح. ومن زهرو نسقم غادي يتلاقى مع نفس النار اللي غادي يكون فيه الانقلاب ديال البوينغ او الانقلاب ديال اوفقير على الحسن الثاني، وهنا غادي يتورط حتى هو في هذا الانقلاب، هو وعشيرو الاخر اللي كان معاه حتى هو في الديبو اللي كانت سميتو مبارك الطويل. هاد الزوج ديال خياتنا كانوا مكلفين بزوجهم في داك النهار بداك الكراج. الانقلاب غادي يدوز وغادي يفشل، وراكم عارفين لي استوار، غادي يتقرقب على كلشي غادي يشدوه، واللي منهم حتى محمد شمسي. وصل النهار ديال المحاكمة واللي غادي يكونوا فيه الانقلابيين ديال العمليات بزوج، الانقلابيين الاولين واللي هما الموشات، يعني ديال انقلاب الصخيرات، والانقلابيين الثانيين اللي هما القوات الجوية، يعني ديال انقلاب ديال البوينغ. انا ملي وصلت النوبة ديال محمد شمسي باش يهضر مع القاضي، قال له اش كتقول في هادشي اللي منسوب ليك، قال له داكشي اللي كاين، قال له انا راه غير خديت البيرمانونس بلاصه واحد عشيري، راه كانت مراته غادي تولد، وما انا ديك النهار راه كنت قاع ما خدام. قال له ولكن راه كنتي في القاعده، قال له راه كنت في القاعده ولكن راه كنت انا غير في مصلحه الداخيره. قال لي يعني نتوما اللي شارجيتو الطيائر، قال لي راه حنا شارجينا الطيائر، ولكن راه هادشي كان بلوردر من عند المرؤوسين ديالنا، راه هما اللي قالوا لنا شارجيو الطيائر باش يديروا العمليه ديال الخفر الطائرة الملكية. هنا القاضي غادي يحكم عليه بثلاث سنين، كان عارفه ما داير والو، ولكن في نفس الوقت ما يمكن شي يبرعو، عطا ثلاث سنين، واللي غيدوز منها محمد شمسي عامين في السونترال ديال قنيطرة.
في السجن المركزي بقنيطرة قبل ما ينقلوه هو وعشرانو للمعتقل ديال تازمان مارت. ملي هزوهم في الطيارة باش يديوهم لهاد المعتقل هذا كانوا كلهم دايرين ليهم العصابات على عينيهم وبداو كيخلعوا فيهم مع كانوا مكتفين. بداو كيقولوا لهم دابا غنلوحوا والديكم في البحر. مهم عاشوا الرعب في ديك الرحلة. شوية دارت الطيارة مشات لجيت الصحراء وهادشي عاقبي الطيارين غير من الجو. كانوا عارفين باللي الطيارة مبقاتش كانت حيت كانت في الأول غادا فوق البحر من بعد غادي تولي غادا فوق اليابسة. شوية حسوا باللي الجو ولا صحراوي. هنا عرفوا باللي راه غاديين شي كوان في الصحراء. شي كوان المهم يا في الصحراء يا فيه جو صحراوي. وفعلا داك الشيء اللي كان هذا الكوان هذا كان هو واحد البلاصه كانوا كيقولوا ليها الريش واللي كتسمى دابا بالراشيديه. والبلاصه كانت غير كريجيونال يعني كانت كجهه اما البلاصه بالضبط او اللوكاليزاسيون لاش مشاو هو المعتقل السري تازمان مارت. ملي نزلوهم تما بداو كيغوتوا عليهم يلا تمحطوا على كرشكم. الناس هنا اولا دوك المعتقلين اللي جاوا ما فهموا والو واللي منهم محمد شمسي تا هو ما فهم حتى لعبه. الصوات ديال الغارديانات غاداو كتعالى ما كاين غير السبان والشتيم غير تحت الصمت لتحت. زيد عليها الا ما درتيش الشيء اللي كيقولوا ليك كتلقى راسك مرك عليك شي واحد بشي بروتوكول. محمد شمسي نقدروا نقولوا ما كانش عدو الزر ولا كان هذا مكتابه والمكتاب ديالو غادي يقدر عليه باش يكون من المعتقلين ديال العنبر رقم 2. وما ادراك ما العنبر رقم 2؟ شتو العنبر رقم 1 واخا حتى هو ما فيه ما يتشاف حتى هو كي في القمه ديال العذاب. ولكن العنبر رقم 2 قال له ما عرفت فيه والو. العنبر رقم 2 كان جا في واحد الكوان داير بحال شي لاكاف. كان جا في واحد الهودة وكان ما كيدخلش لي كاع ما كتدخلش لي الضوء ديال الشمس. كان مغموق بزاف اللي غادي يكنيو هادوك المعتقلين عنبر الموت. تازمان مارت كانوا فيها زوج ديال العنابر اولا زوج ديال البلوكات نقولوا بحال هكا البلوكات. البلوك الاول كانت فيه ازيد من 20 زنزانة والبلوك الثاني كانت فيه تقريبا واحد 29 زنزانة حتى 30. الناس اللي في العنبر رقم 1 كانوا بعدا مصوفيين واحد شوية ماشي تسمعوا مصوفيين وانما مصوفيين واحد ميق يعني غير عندهم واحد لافونتاج اللي صغير على الناس اللي في العنبر رقم 2 حيت هما على الاقل كانوا قراب للكولوار اللي فيه الباب يعني اللي فيه المدخل وكانت كتدخل ليهم الشمس واحد شويه. اما العنبر رقم 2 فراه كان ديما فيه الليل واخا بالنهار يعني ما كانش كتوصلوا الشمس ديما مظلام. وهاد العنبر هذا هو اللي غادي يخرجوا منه اكبر او لا اكثر نسبه ديال الوفيات في المعتقلين. هاد العنبر هذا ملي دخلوهم ليه ولا فيه الهرج والمهرج بحال الا تقول جالس في شي حمام. بعد دخلوهم لكل واحد دخلوا لزنزانته وكان بنادم كيتصص وما كيبان ليه والو كيبدا يتحسس غير في الحيطان اللي كانوا صغار ماشي صغار وانما كان داك الشيء داير كي البنيقات. كان بنادم غير كيغوت انا فين وعباد الله قولوا لينا احنا فين. كان بنادم ما عرفش راسو حتى فين كاين. فهاد العنبر هذا حتى حد في الاول ما كان كيقدر ينعس ولا يغمض يطاش ديما فيه الصداع بالليل وبالنار. زيد عليها المعتقلين اللي فهاد العنبر رقم 2 بحال الا تقول داعي فيهم الشريف مول البزقة. كانوا دايرين بحال الا دايرين ليهم شي تعويذه شي سحر تما. كلشي بدا كيسب في كلشي شي كيهضر شي كيشرق شي كيغرب
شي كيغرق الخو الاخر اللي كاين. هما ما كانوش كيشوفوا بعضياتهم وانما كانوا في كل واحد في زنزانته، ولكن كيبداو يعيطوا على وافلان وافين كاين وادعيناك الله ومهم راكم عارفين اللغة بحال هكا كيف غايكون. زيد عليها كانت واحد الجملة شائعة تما في العنبر رقم زوج، واللي كانت كتقول باللي راه هاد العنبر هذا راه مسكون. محمد الشمسي كان حتى هو واحد من المعتقلين اللي في هاد العنبر هذا، غير هو ما كانش بحالهم. واخا لاحو في هاد العنبر هذا ديال الموت كان دغيا تكاموفلا وتأدبتا مع الوضع، كان دغيا ولف ولا هو اللي كيموتيفي المساجين الاخرين، كان ديما هو اللي كيكالمي داك الصداع، كيبدا يغوت لربي اللي خلقو واخوتي سمعوني. وملي كيسكتو كاملين باش يسمعوه كيقول لهم واغي صبروا دابا يحل الله، هادي راه غير محنا وغادوز. مره مره كيذكرهم بقصتو باش يعرفوا باللي راه مازال اللي دار شي حاجه راه يستاهل، وراه ما دارش وهو راضي بالقدر ديال الله. كان كيذكرهم بديك القصه ديالو كيقول لهم باللي راه انا راه كنت خارج ما عليا ما بيا، حتى تلاقاني الروداني وقال لي راه باللي راه مراتو راه كتولد وشديت بلاصتو البيرمانونس، وانا راضي بالقدر اللي اختارني بلاصت خويا الروداني. الحمد لله انا راضي بقضاء الله وقدره، وحتى انتوما اخوتي راه خصكم ترضاو به. كان ديما كيقول للمساجين ولا المعتقلين هاد النويطة هادي باش يصبرهم، باش يعرفوا باللي راه هو اكثر واحد خص يبقى فيه الحال وخصو ما يتقبلش هاد السيتياسيون اللي عايشها دابا. كان كل مره كيفكرهم بهاد النقطه هادي ديال انه كان طالق السيرفيس ديالو وغيمشي فحالو، كون مع شيرو الروداني اللي كانت غتولد له مراتو ورجع باش يشد البيرمانونس بلاصتو. ومن زهرو اللي كان عاطيه بالدار تلاقى مع النهار الانقلاب اوفقير، قصتو الخوت كانت فيها حكمه. داكشي علاش كان كيقول للمعتقلين راه خصكم تصبروا اخوتي، وكان ديما كيضرب ليهم المثل براسو، حيت شرا هاد البلان صعيب الخوت. الله يحفظ الا وقعت ليا ولا ليك ولا لي وقع على اللي كتب على شي مسلم والله تتموت غير بالفقصه. ولكن محمد شمسي كان صبر كان صبر نيت وفوض امر الله، حيتاش كان عارف باللي دار القدر ديالو، كان هادشي قضاء وقدر. وبالعربيه تعربت هذا هو المكتب، كان عارف باللي هذا مكتبه وما عدو ما يبدل فيه. كان ديما كيقول لهم من بعد ما كيسالي هاد، كان ديما كيقول لهم من بعد هاد الخطاب اللي كيخاطبهم، راه تشوفوا قصتي الخوت راه غتبين لكم البلان، راه سبحان اللي بيتها فشان ويصبحها فشان. من البريباراسيون باش نمشي لميريكان حتى لقيت راسي معتقل في هاد الكوان، يعني الا كان شي حد اللي خصو يبقى فيه الحال اكثر راه هو انا. وهذا كتشوفوني صابر، وصبروا حتى نتوما الخوت. هاد النويطة بالضبط الخوت كانت كتصبر هادوك المعتقلين اللي معاه، حيتاش في الاول كانوا ما تقبلوش الوضع وما تقبلوش المكان اللي هما فيه، ولكن ملي كيسمعوا القصة ديال محمد الشمسي كانوا كل واحد كيقول وسبحان الله العظيم، شو هذاك شنو مكتب عليه الله ولا شنو كتب له وصابر، علاش اللي ما نصبروش حتى حنا، خصوصا انهم كان فيهم اللي داير بيديه وبرجليه، يعني كان اللي كان بصح نيت متورط في داك الانقلاب. وايماجيني نيت انت معايا العزيز باللي كنتي غادي وكتوجد السفر ديالك الميريكان، ديك لانستريكسيون اللي غادي تمشي لتما كاين، واللي غادي تساليها غادي ترجع وغادي تطقر عضا وغادي تبدل حياتك بالبيان. فجأة لقيتي راسك في زنزانة من الزنازن ديال طازمان مارت، وماشي غير هادشي لقيتي راسك في العنبر رقم زوج. حق الرب المعبود الى هادشي اللي قلتي لا صعيب حتى في الايماجيناسيون. شمسي ملي غادي يدخل لطازمان مارت بدا ولا بدات الخدمة ديالو كواحد كيموتيفي المساجين وكيصلح بيناتهم، كان ديما كيساوي بيناتهم وكيدخل بيناتهم بخيط بيض. ولا تسمعوا شي هادشي الخوت وتقولوا باللي راه كيتشافوا مع بعضياتهم، هادشي راه كان غير ورا الحيطان ورا البيبان ديال الزنزانه. بنادم كيبقى يفك المشاكل ديال بنادم غير بالغوات، وافلان واش كتسمعني
كان سمعك. ومالك مع فلان؟ وراه دار ليا وفعل ليا وترك ليا وسب ليا دي ولا ديك. وصافي يا صاحبي، نال الشيطان، راه حنا كاملين في باطو واحد. حنا دابا راه خصنا نكونوا يد وحده، ما خصناش نكونوا مفرقين. كانوا هادو هما الكلمات اللي كيخرجوا من لسان ديال محمد شمسي. كان مسكين كيشد الخاطر لهذا وينصح داك، وديما الموتيفاسيون كان هو مولاه. كان ديما كيقول لهم ما تخافوش الخوت، راه غادي غير فترة خايبة وغادي تدوز، راه دوام الحال من المحال، راه عمر اللحظة تبقى دايمة، سواء كانت زينة ولا حزينة. ان شاء الله راه ينقلونا من هنا ويديونا البلاصة ما احسن. واش نسيتو فاش كنا في السونترال دقنيطرة؟ كنا ساخطين على الوضعية وكنا كنقولو يا ريت يمتى يجينا الفراج. ايوا هانتو ما شتو، بدلنا البلاصة غير بماكرف. اما حسن دابا انا ولا السونترال ديال قنيطرة، وحتى دابا راه ان شاء الله غادي يبدلونا، يصيفطونا من هنا ويقدر يصيفطونا لشي بلاصة ما احسن. غير توقعوا شي حاجة اللي زوينة وتفائلوا بالخير تلقاوه. هادشي كاملو غيفوت على الخوت. انا عارف غنقول لكم صبروا وغتجاوبوني بالصبر راه كيدبر، ولكن راه ما عندنا ليه لين دابا. هو لوبسيون الوحيده اللي عندنا. المساجين فعلا غادي يوليو يتكالموا وغادي يوليو يسمعوا لمحمد شمسي، وغادي يولي عزيز عليهم. ولو كيشوفوه بحال داك البسيكياتر ولا داك البسيكولوج ديال تزمان مارت. ولكن سبحان من بيت افشان وصبح افشان تاني. هادشي كاملو غادي يتبدل سفاعلة على. وهادشي بالضبط في الاخر ديال شهر واحد في 1974 محمد شمسي غادي يتبدل 180 درجة. تقول هزيتي شمسي وحطيتي واحد اخر. غنرجعو للكتاب ديال محمد الرايس، من الصخيرات الى تزمان مارت، تذكرة الذهب واياب الى الجحيم. محمد الرئيس اللي غادي يقول في كتابه، في الصيف تزمان مارت كانت الزنازن بحال الا تقول ركفتي فران. كنا كنحسو بالجعابي ديال الريد ديالنا كيدياقو ولا كيصعب علينا حتى نتنفسو. اما في الشتا فرا بحال الا جالس في شي فريكو، السم القاطع ديال البرد كيدخل ليك مع العظام. دازت شهور وحنا على هاد الحال، وهنا غيبدا واحد من الرفقاء ديالنا كيفقد صوابو وبدا كيهرب له الفرخ. الظلمه بدات كتخلعو، الوساوس بداو كياكلوا له دماغه، والعزله بدات كطحن فيه. الحماق بدا كيستعمر له كيانو، والوسواس كان داير خدمته بالبيان. بدا كيتخيل باللي راه ماشي بوحدو في الزنزانه، مره كيتخيل باللي راه مو جالسه معاه، مره كيسمعوا المساجين باللي راه كيتحدث مع مراتو وبنيتو اللي حتى هما باركين معاه في ديك الزنزانه. هنا دوك الرفاق ديالو اللي كانوا في الزنازن اللي انفاس معاه غيبداو يسمعوه كيلاغي راسو بوحدو في زنزانتو. غيبداو يعيطوا ليه ويقولوا له ومع من كتهضر. كيجاوبهم وكيقول لهم راه غير مالي نضار جوادي، راه ما شهيتكم في واحد الجلسه مجالسه معاهم، عقبالكم حتى نتوما يجيو عندكم هلكم وحبابكم. عما شهيتكم حتى في واحد البراد دابا ديال اتاي راه كنشربو فيه سخون. كان مره يقول لهم هاد النوطات، مره يبدا يغوت ويبكي وتشدو واحد الحال تيستيريا، مره يبدا يقرا القران بالجهد جهرا. كان هاد الرفيق هذا اللي وقع له هاد الشيء هو السليوطن محمد شمسي. سبحان من بيت افشان وصبح افشان. كان عودا حيتاش راه بصح سبحان من بيت افشان وصبح افشان. محمد شمسي اللي كان هو داك البسيكياتر او لا البسيكولوج او لا داك الطبيب النفسي ديال هاد المساجين هادو، هو براسو هرب له الفرخ ولا كل مره عايش في حاله. كتكلم محمد الرئيس في كتابه من الصخيرات الى تزمان مارت على ليوطن محمد شمسي. فواحد البارت اخرى من كتابه غايقول فيها واحد النويطه اخرى، محمد شمسي غادي يكون طيار حربي سابق واللي قضى اكثر من نص ديال عقوبته في السجن المركزي بقنيطرة. يعني ملي جا لهنا لتزمان مارت بقات له غير شي 8 شهور ويخرج، حيت هو ديجا كان تحكم غير ب 3 سنين.
وفي واحد الليله من الليالي المقلاصيه ديال فبراير بدا كيغوت ليوطنا محمد شمسي على حر جهدو من زنزانتو وكيقول اميمتي العزيزه فين كاجي تشوفي حاله ولدك كيف دايره اميمتي يا جيرات توحشتك بزاف. وكانت هادي اخر كلمات غادي نسمعوها من لسان ديال ليوطنا محمد شمسي. من بعد ما غوت هاد الغوته واحد اللحظه غادي يسكت وما غادي يعاود يتكلم مازال. بقى هكاك ديك الليله كامله بداو كيعيطوا له الدراري ورجعوا لا شمسي رجعوا لا راه انت زعما اللي كانت موتيفينا وكذا وكذا. ولكن ما كان كيجاوبهم نهائيا. الغد ليه في الصبحيه جاو الغارديانات باش يفرقوا علينا الفطور ديالنا. باللي وصلوا لعند الزنزانه ديال محمد شمسي غادي يحلوها غيلقاوه طايح في الارض في وسط واحد الضايه ديال الماء. لقاوه زبط كيف ما خلق النار الاول ما لابس والو عريان. لقاوه شاد في يديه واحد السطيله وعينيه مفتوحين مبزقين وبحال الا بغاو يطردقوا. واللي ما عرفناش احنا في الاول هو انه العيطال ديال البارح اللي عيط محمد شمسي على ميمته كانت هذيك اخر صرخه غادي يصرخها في حياته. محمد شمسي سلم الامانه لمولاها في ليله بارده وفي حر كان فيه الداخل كان كيحس به غير هو وحتى حد من المعتقلين يعني اشد المتشائمين في المعتقلين. ما كانش كيظن باللي اول جده غتكون في طازما مارت هي الجده ديال ليوطنا محمد شمسي. كلشي تصدم وما كانش كيتخايل باللي الموت غتدي هذاك خونا اللي كان كيوصيهم بالصبر. كانت نهار وفاته هي 22 فبراير 1974. الموت ديال محمد شمسي كانت هي الديبار ديال انهيار ديال المعنويات بزاف ديال المعتقلين في طازما مارت. كانت ما بغاتش تدخل لهم لراسهم حتى واحد ما تيق ولا تقبل باللي راه شمسي راه مات. هنا بدات عاوتاني القيل والقال. شي وحدين بداو كيقولوا راه الموت ديالو عندو علاقه بالجن والشي الاخر بدا كيقول المسكين راه الحماق تمكن منه وراه هو اللي قتلو. وكاينه ايكيب اخرى كانت كتقول باللي راه الغارديانات هما اللي عطاوه السم في الماكله حيت شافوا باللي برزطهم وبدا كيغوت قالوا راه نتناو منه ونصيفطوه للمقابر. اما محمد الرئيس كانت عندو وجهه اخرى ونظريه اخرى في كتابه. علاش كنرجع لكم بزاف الكتاب ديال محمد الرئيس حيت هو اللي فيه لي ديتاي بزاف على طازما مارت. محمد الرئيس في كتابه غادي غيدون واحد وجهة نظر على الموت ديال ليوطنا محمد شمسي. وهاد الوجهة نظر اللي كانت ديال محمد الرئيس كانت علمية اكثر ما هي عاطفية. محمد الرئيس غيقول باللي ربما محمد شمسي ملي كان في داك الحر ديال الهيجان وكب عليه داك السطل ديال الماء بارد هو اللي غادي يكون طفى كيف ما كطفى الجمرة الحامية الى سكبتي عليها الميمان. ربما الماء اللي سكب عليه غيكون تسبب له في جلطة دماغية. المهم راه السباب كتعدد ولكن الموت كيبقى واحد. ولكن الوفاة ديال محمد شمسي غادي تصدم كاع هاد المعتقلين اللي في طازما مارت وغتخليهم في واحد الحداد اللي دام مدة طويلة. وكان كلشي كان سكايسين غي نوبتو كانوا كيقولوا وشوفوا هذا اللي كان كيموتيفينا ومات خلي حنا اللي كنا اصلا ما صابرينش. الشميسه اللي كانت مضويه العنبر الثاني طفات وخلت حزن كبير في قلوب المعتقلين. المعتقلين اللي ما كانوش قوى من شمسي ولكن طازما مارت كانت قوى من كلشي. فالله يرحم هاد ليوطنا هذا محمد شمسي وكل من هو مات سوا في طازما مارت سوا في قنت اخر. وكانت هادي الخوت هي الحكاية ديال الملازم او لا السوليوطنا محمد شمسي اللي حكم عليه القدر. ما عرفت ما اقول ولكن قدروا داه لطازما مارت قدروا تما فين
مكتاب له انه يموت. ف طران ديال هاد القصه الخوت كانت هادي هي التيرمينيس ديالو. دابا غنخليكم مع واحد المورسو ديال محمد المرزوقي، واحد من الضباط الطاوله اللي كانوا في طازما مارت. المرزوقي غادي يهضر على شمسي في واحد البرنامج سميتو شاهد على العصر، كانت دارتو الجزيره. المهم غنقول لكم الله يدينا في الضو، وسمعوا لهذا المرسو ديال المرزوقي وتهلا. لبقائها غدا ثلاثة أرباع فرسان العذاب التعساء ونصف مجانين برأس أجرد حل به الصلع في الثلاثين من العمر. 18 عاما لم يزر تازما مارت طبيب أو ممرض، ولم يعط أي دواء للسجناء. المرضى كلهم شبان في قمة اللياقة البدنية سابقا، غير أن السجن حطم أجسامهم. أكثر من هذا فهذه الأشياء كلها يعني ساهمت في قتل الجزء الأكبر منا، حيث مات الأصدقاء أعتقد موتة جاهلية موخلة في البشاعة. زاركم الموت للمرة الأولى في شهر فبراير عام 74، كان الملازم طيار محمد الشمسي أول المتوفين. صف لنا ما حدث. محمد الشمسي المرحوم محمد الشمسي لم يسبق لي أن رأيته، ولكن طبعا تحدث عنه الأصدقاء الذين يعرفونه. في أي زنزانة كان معكم في العنبر؟ لم يكن معنا في العنبر، كان في العنبر الثاني. فهذا الشخص كان بصددي، كان يتهيأ للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب، وطيار كان متزوج وله بنت. وصادف ذلك اليوم، يوم إلقاء القبض عليه، أنه فجاء أحد الأصدقاء وطلبه أن يعوضه في المداومة، فحكم بثلاث سنوات سجنا. ضابط ملتزم كان محط تقدير كل مرؤوسي، وطبعا كانت له بنية قوية جدا، وكان يطلب من أصدقاء يحثهم على الصبر. ولكن الغريب في الأمر، آخر من يتوقع، لم يتوقع أحد أن يكون أول ضحية هو المرحوم محمد الشمسي، نظرا لإيمانه وقوة بدنه وصبره. كلكم كنتم عسكريين ذوي بنية قوية، طيارين أو ضباط أو حتى المساعدين أو غيركم، كنتم كلكم ذوي بنية طبعا، لكن هذا تهدم مع السجن. لا هدم، استطيع لو وضعت فيلا في تازما مارت فإنه سيهدم، لو وضعت سؤدري أي إنسان. فعلا وضعتم لتذوبوا موتا في هذا السجن، موتا بطيئا، أقول موتا ممنهجا على جرعات